بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن الكنترول سنتر الخاص باللينكس مينت 15. تمام. طبعا الكنترول سنتر هذا خاص بواجهة ماتي واجهة سينما راح أتكلم عنها إن شاء الله، لكن الآن خليكم على واجهة ماتي. للي عنده واجهة ماتي، اللي ما عنده ماتي حاب ركبه جميل، اللي ما بيركبه ينتظر بس درس السينما إن شاء الله. اليوم طبعا راح أتكلم عن اللي هي الخاصيتين، اللي هي خاصية النتورك إنترنت النتورك وهاردوير اللي هي الشبكات والعتاد. بالنسبة للمنطقة هذه تكلمنا عنها سابقا. طيب بالنسبة لمنطقة الإنترنت والنتورك هذه ما عندك إلا ثلاث حاجات، وموضوعها بسيط جدا ولا تحتاج أحد يشرح لك. بلوتوث اذا كان اساسا عندك بلوتوث، حاليا انا ما عندي بلوتوث فما في امكانيه، لكن كل اللي موجود بلوتوث هنا هو ارسال واستقبال واقتران مع جهاز ثاني، فالموضوع ما يحتاج شرح وبسيط جدا، والاغلبيه متعودين على البلوتوث اساسا. طيب في عندنا موضوع النتورك هنا. تمام. في بعض الخصائص الخاصه بالنتورك زي اسم الشبكه والى اخره ممكن تعدله من هنا. دائما تحصل قفل هنا في بعض النوافذ. القفل هذا الفائده منه انه يعلمك انه هنا الصلاحيات محدودة للمستخدم الروت فقط، لذلك ما يستخدم هنا إلا شخص عنده صلاحيات. والمنطقة هذه دائما كن حذر بالتعامل معها، أي شخص أو أي منطقة فيها باسورد خليك حذر بالتعامل معها. طبعا عندي كونكشنز جنرال DNS هوستس. بالنسبة للكونكشنز هي أنواع اتصالك. تمام. بالنسبة للاتصال في وايرد كونكشن وفي بوينت تو بوينت كونكشن. تمام. يعني ما في أساسا حاجات ممكن أنك تعدله هنا. تمام. إلا أحيانا يكون عندك اتصال من نوع خاص فأنت تضطر إلى أنك تعدل بعض الخصائص هنا. تمام. يعني زي ما تشايف هل تبي يكون تلقائي أو ستاتيك أو إلى آخره. بشكل عام هذا ما يأثر على النتورك اللي تشتغل عندك بشكل عام. تمام. هنا في اللي هو اسم الهوست اللي هو اسم الجهاز. تمام. وهنا الدومين نيم، إذا كان عندك دومين معين حاب تدخل مع الدومين هذا ممكن تحط الدومين نيم. تمام. DNS طبعا معروف هو فائدته الرابط ما بين الاي بي والرابط، لذلك اذا كنت تعرف ايش هو او ايش فائدته اشتغل به. طبعا اذا كنت شخص فني شبكات، اذا ما تدري وش الموضوع اترك الموضوع بكل بساطه. تمام. المنطقه هذه خاصه بفنيين الشبكات. طبعا هنا في انواع الاي بي ادرس والموجود عندك، هنا ممكن تضيف اي بي ادرس معين، هذه مهمه جدا. اذا كنت بالبيت غالبا يكون عندك جهازين، غالبا بعض الناس يكون عنده جهازين، جهاز وجهاز اخوه جهاز ابوه ايا كان، فانت حاب تسهل موضوع الاتصال مع ابوك. تمام. ممكن تثبت الاي بي الخاص بك، تكتب مثلا الاي بي حق ابوك مثلا 192.168.1 مثلا ابوك الاي بي حق 2. تمام. ممكن تسمي الاي بي حق ابوك فاذر. اوكي. فبكل بساطه الان لما حاب تتصل بابوك بدل ما تكتب الاي بي حقه تكتب فاذر. اوكي. راح تتصل على ابوك بالطريقه هذه البسيطه. تمام. هذه هي فكره الشبكه. طبعا انا ما راح اتكلم موضوع الاتصال، لكن في درس شرحته بالاس اس اتش يتكلم عن الخصائص هذه، ارجعوا للدرس حق الاس اس اتش. طيب في عندك الشيرد فولدرز هنا. طبعا السامبا سيرفر هنا ما يشتغل. تمام. لكن بعطيكم فكرته. السامبا سيرفر هو يسوي مشاركه ملفات ما بين نظام ونظام، وفي ميزه انه ممكن يدخل معك نظام الويندوز. تمام. لذلك ممكن تجي هنا وتختار ملفات معينه تسوي لها مشاركه بواجهه رسوميه. طبعا ما افضل الواجهه الرسوميه، السامبا يفترض انك تشتغل معه بسطر الاوامر افضل، لان اغلب خصائص السامبا نتيجته اسرع بالتيرمينال. طيب فكينا الحين هذه، ممكن تختار هنا ملف معين. تمام. نفترض دوكيومنتس مثلا، تختار نوع المشاركه عندك، حاليا غير موجود الا اس ام بي اللي هو السامبا. تمام. تكتب اسم المشاركه والوصف حق المشاركه. تمام. ممكن تكتب اسم المشاركه مثلا دوكيومنتس. اوكي. حاب تشارك ملفاتك هنا كومنتس تعليق فقط، يعني مجرد تعليق، تكتب هنا مثلا اي شيء. هاي مثلا هنا ريد اونلي، اذا حطيت ريد اونلي الشخص يقرا فقط بالمجلد هذه، اذا شلت العلامه هذه ايش راح يسوي؟ الشخص يكون عنده امكانيه تعديل حذف اضافه. اوكي. طيب في عندك هنا خصائص عامه، هنا تكتب اللي هي الورك جروب اللي مجموعه العمل، غالبا تكون اسمها ورك جروب فما يحتاج تعدله. تمام. الوين سيرفر اللي هو شبكه السيرفر، طبعا ممكن انك تحط علامه صح اذا كان عندك وينز وخلاص. تمام. لكن ممكن انك تنضم الى شبكه ثانيه اذا كانت موجوده. بشكل عام ما تحتاج تسوي شيء. هنا الاعدادات الافتراضيه جميله وتتصل. هنا تحدد المستخدمين اللي انت حاب تشارك معهم بشكل عام. ممكن تحدد مجموعه معينه انه تسويها وتقول خلاص، يعني مثلا تروح تشوف مجموعه وين ما في مجموعه لي. اوكي. مجموعه عبد المجيب، اي شخص تحت مجموعه عبد المجيب هنا ممكن يدخل. تمام. هنا ممكن تحط باسورد للمستخدم. اوكي خلاص المستخدم الحين صار يقدر يدخل. تمام. طبعا راح نغلق هذه وراح نسوي شيء. هذا بالنسبه لي الشبكات. تمام. طبعا ما يحتاج انك تسوي اعدادات زي ما قلت لك، لانه غالبا راح تحصل الشغلات هذه موجوده هنا للشبكات. لو دخلت على النتورك او عفوا على الهوم عندك راح تحصل بالمنطقه اللي يشتغل النتورك، تدخل على النتورك وخلاص. اوكي. هذه براوزر نتورك، راح تحصل هنا بعض الاشياء.
طبعا انا راح اسكر عشان ما تشوفون شبكات بيتنا. طيب هنا في الهاردوير، اوكي الهاردوير ممكن تاخذ الديسكس من هنا. الديسك عباره عن منطقه لاداره الاقراص ايا كان نوع الاقراص. هنا راح يجيب لك الاقراص المضافه، اذا كان القرص غير مضاف تضغط على علامه زائد هنا وتضيف القرص، بس غالبا راح يجيك القرص اساسا هنا. بالنسبه للسي دي دي في دي ما يحتاج تسوي شيء، لكن عندك الهارد ديسك احيانا تحتاج تتعامل معه. واجهه رسوميه بسيطه جدا قد لا تكون متكامله، لكن هي اساسا غير متكامله، هذه هي بعض الخصائص. ناخذ الفكره على السريع، هنا يعطيك الموديل الحجم السيريال، وهنا يعني يتكلم عن بعض الاشياء الخاصه بالاسسمنت. تمام، هنا لو ضغطت على علامه التعديل هذه راح يجيك خصائص الديسك كامل، فممكن تسوي فورمات للديسك. طبعا هذه ممتازه اذا كان عندك فلاش ميموري حاب تمسعه كامل، على طول من هنا اضغط على الفلاش ميموري، طبعا من المنطقه هذه يطلع لك فلاش، هذا 8 جيجا هارد درايف، خلاص عرفت هارد درايف. هنا يطلع لك 4 جيجا مثلا 6 جيجا على حسب حجم الفلاش عندك. تمام، هنا كرييت ديسك ايمج، طبعا ايش راح يسوي؟ راح ياخذ ايمج او صوره من الديسك بشكل كامل يحطها على جنب. تمام، هنا ريستور ديسك ايمج، اذا اخذت صوره من الديسك وحاب ترجع ترجع من هنا. تمام، وباقي الخيارات طبعا زي ما انت شايف هنا. يهمك تعرف انه كيف تتعامل مع الاقراص او كيف تتعامل مع الاجزاء. الاجزاء زي ما شايف تعدي من هنا، هذا الفايل سيستم عندي الروت اللي هو 7 جيجا ونص، عندك هذا الاكستندنت طبعا كانه غير موجود، هنا السواب، اوكي منطقه السواب. لنفترض انك حاب تحذف المنطقه هذه، اضغط على هذا وهذا راح يحذف لك الجزء هذا. تمام، بشرط يكون الجزء غير موصل، اذا كان موصل ممكن يرفض الحذف. هنا انماونت فايل سيستم، طبعا ما اقدر اسوي انماونت لانه يشتغل او لانه اساسا فعال الحين، فلو سويت انماونت راح يوقفه. هنا في بعض الخيارات من ضمنها فورمات، لو ضغطت على فورمات مثلا هنا ايش حاب نوع الفورمات، اوفر فيو اللي هي طبعا راح يتاخر ويسوي فورمات، طبعا هذا النوع من الفورمات راح يسوي تجزئه جديده للقرص. تمام، اما هذا فيشيل بس البيانات من الاجزاء ويخلي مكان فاضي، كان حذف لكنه اسرع من الحذف وتنظيف كامل. نظام الملفات فات انت اف اس اكس تي 4، وهنا في منظمه ملفات ثانيه اكس تي 4 وعندك لوكس. تمام، طبعا ممكن تختار هنا نظام تكتبه يدوين ويدعمه النظام، شرط يدعمه النظام. تمام، وتسوي فورمات بس وراح يفرمت. اوكي، طبعا هنا في تحت في كل جزئيه راح يعلمك بعض المعلومات عنه، يقول لك الحجم، القرص اسمه اس دي اي 1 هذا. تمام، طبعا يسمي لك اللي هو البارتيشن، نوع البارتيشن هنا، الكونتنت اللي هي المحتويات 4. تمام، اكس تي 4. تمام، وفي عندك الاستخدام، هذا يستخدم الى ايش. جميله جدا هذه انك تعرف وين موصل الجزء اذا كان موصل، بحيث انك توصل له عن طريق الطرفيه مثلا او عن طريق اي شيء. تمام، فهنا يقول لك موصل انه بالروت خلاص، لكن لو جينا السواب هنا السواب راح يقول لك انه يشتغل لكن غير موصل، لان السواب ما يوصل بنقطه معينه واضحه بالنظام. طيب هذه فكره الديسكس. نجي هنا للكيبورد، ولا اسهل منها. تمام، طبعا انا تكلمت عن الكيبورد سابقا بتعريب النظام، ذاك اليوم راح اتكلم عن حاجات ثانيه. تمام، هنا يقول لك الديلي، الديلي اللي هو الانتظار ما بين الضغطه والضغطه. يعني الان لو ضغطت مثلا حرف الاي هنا، لاحظ تكرار الاي. لو جيت وزدت الاي مثلا هنا اللونج حطيته وضغطت على اي، لاحظ التكرار صار بطيء، لان راح ينتظر بعدين بدي يكرر. تمام، طبعا انت ممكن ترجعه افتراضي هنا. بالنسبه للسبيد ممكن تزيد سرعه اللي هي التكرار، طبعا تحط فاست وبعدين تضغط على اي، لاحظ السرعه ولدي. تمام، بالنسبه لي هذا كروزر بلينك، طبعا على راحتك، هل تبي الكروزر طبعا المنطقه هذه وانت تكتب يكون في شيء خط، هذا الخط المنطقه هذه، هذا يسمى الكروزر. تمام، اذا حطيت علامه صح يصير ياشر زي ما انت شايف المنطقه هنا تاشر. تمام، هذه خاصه بسرعه، هل تبي يكون سريع ممكن تحطه سريع بالشكل هذا يطلع سريع. بعض الناس تفضل بسرعه، انا ما افضل بسرعه، يرفع ضغطي احس انه يقول يلا اكتب 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 اكتب، فبصراحه انا احب اخليه يعني كذا. تمام، افتراضي يعني من الاخر. اللاي اوت خاصه باضافه اللغات، ممكن تجي تضغط على اد من هنا وتختار اي لغه تبي تضيفه وخلاص. طبعا تختار اللغات من هنا، ممكن تختار باي كونتري، تختار بالكونتري. طبعا الجميل الموضوع انه لما تضغط على لانجوجز عربيك تطلع على الولايات. تمام، هنا الاوبشنز تختار نوع التبديل. طبعا جهاز النوت بوك الشيفت والالت جنب بعض، فعن نفسي ما استخدم شيفت الت بالنوت بوك مثلا، فممكن اضغط على كيز تو تشينج لاي اوت من هنا ثم اختار اي جزء اي مكان حاب اخصص، ممكن تخصص لوحه المفاتيح من هنا، بحيث انك لو ضغطت مثلا رايت كنترول، طبعا اللي هي الكنترول اللي باليمين زر الكنترول، لو ضغطت لحاله راح يبدل اللغات بدون ما انك تسوي حاجه ثانيه. تمام، طبعا يوجد بعض الخيارات هنا راح اشوف اللي احنا نعرفه ونتكلم عنه هنا، اللي هي اضافه العملات والى اخره. لكن في حاجه جميله جدا وهي اي كيز هذه. طبعا لينكس مينت تخيل مفعل الخاصيه هذه. تمام، لكن تحتاج احيانا تفعله. ليش؟ احيانا تعلق الواجهه عندك او حاب انك تسجل خروج بسرعه، تضغط كنترول الت مع زر المسح اللي هو باك سبيس ويقفل لك الواجهه. تمام، طبعا فعلت الخيار.
accessibility وهي ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هي تشتغل باختصار معين البحث المفاتيح ما أدري وينه صراحة، لكن طبعا تحط علامة هذه راح تشوف إنه اشتغل هذا هنا. تمام، الفائدة منه هنا في بعض الأشياء خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجونه. تمام، في هنا sticky keys اللي هي المفاتيح الثابتة. تمام، اللي هو لما يعني أنا أوضح لكم إياه هنا زي ما انت شايف disable sticky keys two keys are pressed together. طبعا لما تضغط زرين مع بعض راح يوقف. ليش؟ لانه احيانا ذوي الاحتياجات الخاصه يكون صعب تحريك يده عليه، فلما انه يحط العلامه يحط العلامه الصح هنا يكون لما يضغط على الزرين ما يشتغلون. تمام، يشتغل واحد منهم بس. تمام، طبعا هنا جميله جدا only accept long key long key presses. طبعا ايش راح يصير هنا؟ هنا ما راح يقبل الا الاشياء اللي هي طبعا الحين قاعد اكتب غير بلحظه المفاتيح، لكن لاحظ انه ما قبل شيء. اسمع متى يقبل؟ يضغط الزر اللي ضغطت عليه انت بشكل طويل، يعني ضغطت على حرف الاس بشكل طويل كتب اس، اضغط على حرف الدي بشكل طويل كتب دي، لكن اكتب دي بسرعه ما يمشي الموضوع. ممكن هنا انت تزيده وتقصر على حسب حاجه الشخص، حسب مرونه يده. تمام، هنا تقريبا عاديه، لكن هنا ممكن تزيده الى الاخر فيكون الشخص يكتب على راحته، بحيث انه بعض الناس صعب انه يتحرك بسرعه، فممكن ايده تطيح بمكان معين. فا اوكي، هذه فكره اللي هي البتاع هذا. ignore fast duplicate key press. طبعا الان لما اضغط طبعا لما نشيل هذه واضغط على دي 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 اوكي، لاحظ انه لاحظ خلينا نشيل هذه، الان اضغط على دي تمام، لاحظ معي تمشي على طول. الان لو حطيت علامه صح هنا ثم جيت حطيت اللونج وجيت ضغطت على دي دي راح يكتب دي واحده بس. ليش؟ لانه يعتبر انه الضغطتين خطا من المستخدم، ممكن الشخص تطيح يده مرتين على لوحه المفاتيح وما يدري، لذلك راح يقبل الحرف واحد مره فقط لا غير. اوكي، انت ممكن تشيل هذه. طيب هنا ماوس كيز، طبعا هنا ممكن تحكم بهم عند الكيباد، ما اتكلم عنها، اتكلم عن طريق الماوس. تمام، هنا تايبنج بريك اللي هو وقت توقف الكتابه، طبعا ممكن تحطه هنا بحيث انه الشخص توقف على الكتاب ما بين وقت والثاني بس. طيب وين رحنا؟ هذا الكيبورد خلصنا منه. مونيتور سيتنجز ما في حاجه، مجرد تدخل هنا تختار زي ما شايف دقه الشاشه. اوكي، وهنا تختار اللي هو الريفرش ريت اللي هو حق التحديث، طبعا يجيك احيانا 60 احيانا 54. طيب المونيتورز هنا هذا جميل، اذا كان عندك شاشتين ممكن تجي من هنا تسوي اعدادات، تضغط على ديتكت مونيتور تمام، راح يطلع لك الشاشه الثانيه وتشوف عندك شاشتين هنا، شاشه يمين وشاشه يسار. تضغط على الشاشه اليمين مثلا وتختار دقتها من هنا، والشاشه اليسار ممكن تحط على اللي هو شو مونيتورز راح تطلع الشاشات هنا. وفي شغله جميله هنا جدا، اذا كان عندك شاشتين الخيار هذا معطل عندي عند شاشه واحده، لكن تحط علامه صح بحيث انه تطلع الشاشه هذه والشاشه الحاليه اللي عندك العرض حقين واحد، لانه اذا تركت شاشتين يكون عرض الشاشه هذيك مو بنفس العرض هذا. يعني انت ممكن من هنا تشتغل على الفايرفوكس مثلا، فايرفوكس ما يطلع هناك الا اذا اخذته وسحبته ودخلته على النافذه هذيك، لكن اذا حطيت علامه صح هنا راح يعطيك العرض نفسه هنا وهناك. اوكي، طيب نجي الحين الله يسلمكم الى الماوس. تمام، جميله جدا الماوس ما فيها شيء، لكن خلينا نشوف. عندك اللي هو رايت هاندد او ليفت هاندد اللي هو الشخص ايمن او اشول، احنا نسميه اشذف. تمام، فلما تحط ليفت هاندد خلاص ايش يصير؟ يصير الزر الايمن هو الخاص بالايسر، يعني الحين انا عشان اضغط هنا لازم اضغط بالزر اليمين ما اضغط بالزر اليسار. تمام، انا قاعد اضغط هنا ما يمشي الموضوع، لازم اضغط بالزر اليمين. فهذا تبدله بس للشخص اللي هو عنده اشكاليه بذي، طبعا اغلبهم يمسكون الفاره باليد اليسرى فما ادري ايش سمعهم. اوكي، شو بوزيشن، طبعا هذه جميله جدا، لما اضغط على زر كنترول لاحظ انه يوريك مكان البوزيشن. طبعا هذه اشكاليه اللي عندهم مشاكل بالبصر. تمام، فاحيانا يضيع الماوس، يضغط على زر الكنترول يسوي له اشاره يدري وينه. تمام، اكسلريشن اللي هو السرعه، ممكن تزيد سرعه الماوس من هنا، ممكن تقلل السرعه. تمام، الحساسيه حقه الماوس ما عندك شيء. تمام، عندك دروب اند دراج اند دروب، طبعا هذه مجرد انك تشيله تحت، يعني دراج اند دروب يعني وش هو؟ سحب وافلات. تمام، دبل كليك تايم اوت ممكن تزيده بحيث ان دبل كليك يختلف. طبعا لاحظ عندك اللي هي تقريبا هنا بشكل افتراضي، حط لك اللمبه هذا عشان تختبر الكليك، ضغط واحده ضغط ضغط واحده، هذه ثنتين زادت الاضاءه. انت ممكن انك تحط الشورت بحيث ان الشخص بسرعه يضغط. انا ما قدرت بصراحه امسكه، راح اصبر والله امسكه مثل الكلب. مسكته. طيب انا ممكن اني اروح اسوي لونج بحيث ان الشخص يضغط مره ثم يضغط مره ثانيه عادي جدا. طبعا هذا يعتمد على برضو يد الشخص، اذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصه حط له الخيار هذا. تمام، او اذا كنت انت عاد ذوي احتياجات خاصه شغل الخيار ذلك. طيب نيجي الحين للباور مانجمنت، طبعا في حاجه باور مانجمنت عباره عن اداره الطاقه، لكن في بعض الناس تشكي من بعض الاشياء هذه راح نوضحها هنا. اكشنز هنا في اون اي سي باور، وفي احيانا اذا كنت على اللابتوب اون باتري. تمام، اوكي، اون اي سي معناته اذا كان موصل بالكهرباء.
لاحظ هنا بوت كمبيوتر تسليب، حط الكمبيوتر الى وضع اللي هو الاثبات متى بعد دقائق معينه تختار من هنا spin down hard disk when possible، يعني اذا كان الهارد ديسك في امكانيه انه يسوي له spin ايقاف او بلا صح تخفيض سرعته او استهلاكه فممكن تحط علامه صح هنا. لا تسوي الخيار هذا، ما له فائده. له فائده لكن شخصيا على الكمبيوتر الشخصي ما له داعي، اوكي ممكن ما تستفيد منه. الديسبلاي اللي هي الشاشه، تمام، ممكن هنا تحط نيفر بحيث ان الشاشه ما توقف ابد، ممكن تحطها بعد 30 دقيقه تطفى الشاشه اذا كنت غير فعال. نفس الكلام البطاريه، البطاريه لاعدادات خاصه، اذا كان يشتغل البطاريه تحصل مع البطاريه. هنا جنرال، اوكي لما تضغط على زر الباور الخاص بتشغيل ايش راح يصير؟ واحده من هذول اسك مي اسئله، هايبرنيت اللي هو اثبات، وفي عندك شت داون اللي هو ايقاف تشغيل، تمام، وين سسبند، طبعا اذا كان عندك اللي هو زر سسبند، تمام، لكن احيانا ما يكون عندك سسبند، يكون عندك اغلاق للشاشه، اوكي، فلما تغلق الشاشه ايش راح يكون؟ هايبرنيت، يوقف. اعتقد انه يمشي الموضوع هذا مع اغلاق الشاشه، لكن اعتقد الشاشه تسمى ليد، تمام، تكون موجوده هنا ليد. نوتيفيكيشن طبعا هنا التنبيهات، هل تبي يكون في تنبيهات على البطاريه ولا لا؟ ممكن تختار التنبيهات من هنا. طيب وين وصلنا؟ باور مانجمنت برينترز، ما في شيء، تكلمت عن الطابعات بشكل منفصل بدرس منفصل، تمام. البرينترز عباره عن تضيف من هنا طابعه، اذا كانت موصله الطابع راح تحصل الطابعه موجوده هنا، تضغط على فورورد وتكمل وخلاص. اغلب الطابعات تشتغل بدون تعريفات لذلك لا تغلق، اوكي. الساوند يحتاج الى شغله بسيطه جدا واضحه بس، احنا ماشيين. احيانا الصوت ثبت النظام والصوت يكون مكتوم، لذلك تاكد انه الصوت ما عليه علامه ميوت، لازم تشيل ميوت. هنا في انواع اصوات، تمام، طبعا اصوات النظام يقصد به سل، طبعا خلينا نزيد الصوت. طبعا هنا في بعض اصوات خاصه بالتنبيه، هذا صوت تنبيه، ممكن هنا تختار على راحتك. طبعا اذا بتحط سلب خليه ينبح عليك هبلك. طبعا ديفولت اتركه احسن كذا، او بلا صح نو ساوند لا قد يزعجك. هنا صوت التنبيهات بتزيد وتقصر، ممكن تزيد صوت التنبيهات هنا بحيث ان صوت التنبيهات يصير مزعج جدا، اوكي. طيب هنا الهاردوير تختار الكارت حقك، ممكن هنا تغير الكارت من الاتش دي الى العادي. الانبوت اللي هو صوت الدخل اللي هو الميكروفون، هذا الاوتبوت صوت الخارج، وهنا الابلكيشنز اللي هي الاصوات او التطبيقات اللي تستخدم كرت الصوت حاليا. انتهى الدرس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم وفي امان الله. الاسئله والاستفسارات في منتدى الدعم، رجاء لا تكون في التعليقات علشان نقدر نتساعد معكم بقدر الامكان. السلامه.